لا في تسجيل بقى خرافة. الدليل على قيامة يسوع من الموت الكتكوت، بس مش فاكر اسم الفايل ايه، احاول اشوف كده يمكن اتلاقيه. الكتكوت دليل على قيامة يسوع من الموت. ايوه الكتكوت، يسوع كان كتكوت شرس اصلا. ثواني، على بركة الله، يسوع الكتكوت المفترس حسب رواية الانجليش. افتكر في التقليد في قصة عن مريم المجدلية بتقول ان مريم المجدلية بعد ما المسيح صعد راحت روما ورفعت قضية على بلاطس البونطي. مريم المجدلية سيدة مجتمع مشهورة وغنية، شخصية قوية ويعمل لها حساب يعني. فراحت روما وقابلت القيصر ورفعت قضية على بلاطس. رفعت قضية نعم في مجمع القضايا في العباسية، وعند رقم 9 حالات مستعصية في الصلاة الصفة، وكان الحكم بتاعها البابا شوشة. ربنا يشفيك ويشفي كل مريض. قضيتك ايه؟ قالت يسوع المسيح كان مقتدرا في القول والفعل امام الله والناس، وعلم قال كذا وكذا وصحح مفاهيم وقاد الناس في مسيرة مثالية وعمل معجزات، وحكيت بشوية معجزات من اللي عملهم. لكن اليهود في الاخر حسدا قبضوا عليه وسلموا لبلاطس الوالي اللي انت معينه، وهذا حكم بصلبه وهو بريء، ربما خوفا من اليهود او خوفا على مركزه، فصلبه ومات واتدفن. لكن في اليوم الثالث قام. هنا استوقفها القيصر. وأتى القيصر. طب أنا عايز أسألك سؤال، لو نفترض هذا الكلام صحيح، هل يا إخوة إن يكون في قضية أمام محكمة بيحضر القيصر نفسه وبتناقش القيصر نفسه؟ أسألكم بالله، لو في فعلا قضية واترفعت أمام الرومان، هل القيصر نفسه وتناقش القيصر نفسه؟ عشان تعرفوا انهم كذابين منصبين كذابين. هو القيصر هو القاضي. وقال لها ولد بشكل معجزي، انا سمعت عن حاجات زي كده، علم كويس، انا اعرف فلاسفه كتير حتى عندنا في روما بيعلموا كويس، عمل معجزات، انا سمعت ان سحره كتير عملوا معجزات. قبضوا عليه وقتلوه ومات واتدفن، ده طبيعي. اما انه يقوم في اليوم الثالث ازاي؟ قام ازاي؟ قالت له قوم نفسه. قال لها ده اصعب، قوم نفسه ازاي؟ سكتت كده لحظات وبعدين قالت له ايه؟ طيب انا عايز اسالك، الكتكوت بيخرج من البيض ازاي؟ حد بيخرجه ولا بيخرج نفسه؟ قال لها لا بيخرج نفسه. قلت له هكذا اقام المسيح ذاته من الموت. سمعتوا يا شباب؟ يسوع الكتكوت المفترس، يسوع الكتكوت المفترس اقام المسيح. استنى اهدى شويه. يسوع الكتكوت المفترس، الدليل على قيامه يسوع من الموت الكتكوت. هؤلاء هم علماء الاقباط. اسمعها مره ثانيه. قبضوا عليه وقتلوه ومات واتدفن، ده طبيعي. اما انه يقوم في اليوم الثالث ازاي؟ قام ازاي؟ قالت له قوم نفسه. قال لها ده اصعب، قوم نفسه ازاي؟ سكتت كده لحظات وبعدين قالت له ايه؟ طيب انا عايز اسالك، الكتكوت بيخرج من البيض ازاي؟ حد بيخرجه ولا بيخرج نفسه؟ قال لها لا بيخرج نفسه. قلت له هكذا اقام المسيح ذاته من الموت. شفت يا شباب؟ يسوع الكتكوت، يسوع خرج من بتاع. وانا بقول حكايه الترنيمه ديت بتاع سو سو وكاك كاك، هترن عشان الكتكوت اللي قام من الموت. عارفين الترنيمه بتاع